سلام ومرحبا بكم معي فيديو جديد. ان شاء الله بغيت نشارك معكم كيفاش انا كنروم يعني جلالب ديال النبات بالعقاق المهرس. بالنسبه كما كتشوفوا الرشمه هي هذه جلابه. كما كنقول لكم هنا حنا كنطرقوا الجلابه، يعني نقدروا نطرقوا هي القدام ديالها الا كانوا الكمام عامرين مثلا بحال هذه. انا وليت افتقت ليها الكمام، هما دوب وحديتهم زولتهم باش نقدر انها تخدم، لان فيها الخدمه بزاف في الكمام، ففتقتهم وخليت الكمام بوحديتهم والقدامي ديال الجلابه بوحديتو، لان دايز التنبات غيكون في الوسط ديال الجلابه. كما كتشوفوا هنا راه كاين القب، صافي كلها يعني جلابه لاصقه الا الكمام اللي زولتهم باش تجي الخدمه سهله بالنسبه للبنت اللي غادي تنبت ليا الجلابه. هذه في جاي اللون ديالها باج، السيده اختارت انا دير فيها بزاف ديال الالوان. المهم هي صيفطات ليا الموديل واللوينات اللي بغاتهم، دابا غادي نوريهم لكم. بالنسبه اختارت دير فيهم الذهبي بلوسيال موف هكذا زيتي روز انديان وصفر. المهم انا غادي نوريكم الجلابه اللي ورات لي بغاتني ندير لها الالوان ديالها عليهم، وحاولت انني نجيب ليها العقيق يعني الام جي بي، كلهم ام جي بي، وام جي بي فيه واحد جوج الوان كيتمسحوا اللي هما في الغوزان ديال، كاين الغوزان ديال بحال هذا ما كيتمسحش، ولكن واحد اخر كيتمسح اللي كيعطي اللون يعني مغلوق، كيكون لون مزيان ولكن ملي كيتصبن كيمشي اللون ديالو. فاختاريت هذا اللون هذا، واخا مفتوح شويه على الموديل اللي صيفطات ليا. المهم وريتو لها وبغات، وعاد ديك الساعه خديته. كما كتشوفوا العقيق كله ديال ام جي بي مهرس، يعني هاد الجلابه هادي هاد الرشيمه غادي تخدم بهاد الالوان هادو كاملين. ان شاء الله اكيد غادي نوريكم جلابه كاملين اللي غادي يوجدوا معايا، غادي نوريهم لكم كيفاش جا الشكل ديالهم. وبالنسبه للبنات هادو جوج جلالب ديال بنات صغارين، العمر ديالهم عامين وخمس سنين. المهم نفس الرشمه كاينه في الصدر، وغادي يتخدموا بجوج ديال الالوان، غادي تخدم بالغوز وبالذهبي، هادو هما اللونات اللي يتخدموا بهم. بالنسبه للرشيمات انا غادي نحط لهم نحطهم لكم، بالنسبه للرشيمات انا غادي نحطهم ليكم في الباج ديالي انستغرام، ممكن تهزوهم الا بغيتو تخدموا عليهم، يعني غادي نحطهم لكم بالفورمه ديالهم اللي انا خدمت بها في الجلالب. الا بغيتو تطبعوهم وتخدموا عليهم مرحبا. صافي البنات هادو هما الجلالبات اللي بغيت نشارك معكم اليوم، هما هادو بتنبات باليد. ان شاء الله كما قلت لكم غيوجدوا غادي نوريكم، وهادو غادي نشاركهم معكم كيفاش الخدمه ديالهم، كيفاش التنبات وكيفاش ندخل الالوان مع بعضياتهم، وراه غادي نزيد حتى التوبي هنايا. المهم ان شاء الله فاش نكون غادي نخدمها غادي نوريها لكم كيفاش كيجي الشكل ديالها. انا بغيت نشارك معكم رشيمات ونشارك معكم لي موديل باش الا بغيتو تخدموا عليه تلقاوهم موجودين. صافي البنات وصلنا حتى لهذا الفيديو، كنتمنى انه يكون كان يفيدكم. ما تنساوش تعملوني بلايك وشير القناه وتبارطاجيو مع اصدقاء ديالكم. سلامه.